يقع مقره في مدينة فيرونا الإيطالية، تأسس في عام 1903 وفاز بلقب الدوري الإيطالي الممتاز مرة واحدة في موسم 1984-1985، ويرتدي لاعبوه القميص الأصفر نسبة إلى ألوان علم المدينة. تعرف على تاريخ نادي هيلاس فيرونا الإيطالي في حلقة اليوم. يعود اسم هيلاس فيرونا إلى لفظ إيلاس، وهي كلمة إغريقية قديمة تعني اليونان، وذلك لأن النادي تأسس على يد طلبة دراسات عليا نصحهم أحد البروفيسورات بهذا الاسم العريق، في حين أن فيرونا كان نسبة إلى المدينة التي ينتمي لها النادي. اقترب نادي هيلاس فيرونا من الفوز بلقب كأس إيطاليا 3 مرات، لكنه فشل وخسر المباراة النهائية 3 مرات أمام كل من نابولي ويوفنتوس وروما أعوام 1976 و1983 و1984 على الترتيب. ويلعب هيلاس فيرونا ديربيا قويا مع كييفو فيرونا، ويحمل هذا الديربي لقب ديربي دي لا سكالا، وكان أول ديربي في التاريخ في الدرجة الأولى من الدوري الإيطالي بينهما في موسم 2001-2002، حيث فاز هيلاس فيرونا 3-2 على جاره، لكن الإياب شهد فوز كييفو 2-1. الملعب والمقر الحالي لهيلاس فيرونا هو ملعب مارك أنتونيو بيتنجودي، والذي اتخذه مقرا منذ عام 1963، وكان ضمن الملاعب التي استضافت كأس العالم 1990. في موسم 1984-1985 استطاع هيلاس فيرونا أن يقوم بتحقيق معجزة كروية في بطولة دوري مكون من 16 فريقا، حيث أنهى هيلاس فيرونا البطولة بالمركز الأول برصيد 43 نقطة، محققاً 15 انتصاراً و13 تعادلاً، فيما خسر مرتين فقط، وقد احتل تورينو المركز الثاني برصيد 39 نقطة، وجاء إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، وكان النجم الرئيسي للفريق الهداف جيوسيبي غالدريسي الذي سجل 11 هدفاً، والألماني هانز بيتر بريغل الذي سجل 9 أهداف تحت قيادة المدرب أوسفالدو باينولي، علماً أن فريقين فقط استطعا إلحاق الهزيمة به هما أفيلينو بنتيجة 2-1 وتورينو بنتيجة 2-1. ومن أشهر الأهداف في ذلك الموسم هدف لاعب هيلاس فيرونا إلكاير لارسن الذي سجل هدف الفوز الثاني 2-0 على يوفنتوس من دون حذاء. قصة الحمير الطائرة، كانت جماهير هيلاس فيرونا تغني ضد جماهير كييفو: سنلعب الدربي في الدرجة الأولى عندما تطير الحمير، للسخرية منهم. لكن المعجزة حدثت ووصل كييفو إلى الدرجة الأولى نهاية موسم 2000-2001 ليشارك مباشرة في الموسم التالي في الدوري، ومن يومها تم إطلاق لقب الحمير الطائرة على كييفو.